والله رحت البيت وقلت لزوجتي أجيب الذهب اللي عندك، أعطتني الذهب اللي معاها ورحت بعتها ب21,000 بطحة في سوق الذهب، وكملت لي أسلاف 2,000 أي واحد يعطيني أي شيء أخذه، المهم كملت لي 50,000 ورحت له في بيته وقلت هذه أبو عبد الله هذه 50,000 والباقي أبشر. السنة الأولى في المتوسطة كان في موقف جميل جدا في مادة الرياضيات، كان يدرسنا حتى الأساتذة، وزارنا مدير التعليم في ذيك الأيام الأستاذ محمد الفوزان رحمة الله عليه. المدرس كان لما شاف مدير التعليم التخم ما عاد عرف يكمل الشرح، فسأل المدير هل في أحد يقدر يتكلم، قلت له أنا، فقال لي تفضل، شرحت للطلاب كل زملائي كلهم، فالأخير قال لي بارك الله فيك هذا ما هو طالب هذا آلة حاسبة ما شاء الله، وأعطاني قلم باركر أحمر مكتوب عليه اسمه. طب ذيك اليوم ما نعرف احنا قلم باركر ولا أحد يقدر أي شخص أنه يأخذه، وكانت هذه من الأشياء الجميلة والمميزة في حياتي. والدي رحمة الله عليه كان يحب الضباط وكان يشيد فيهم بحكم عمله، أنه كان في تاكسي وسيارات وكان يقابل الضباط، وكان الضباط يعني أعداد بسيطة جدا، فلما شفته يهتم في الضباط أنا قررت أني أنا أسير ضابط زيهم حتى أنال إعجاب الوالد. لما خلصت الثانوي جيت إلى الرياض وسجلت في كلية الملك فهد الأمنية، تم قبولي. لما طلعت النتيجة كنت الأول على الدفعة، طبعا هذا شجعني كثير جدا، واستلمت جائزة من الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنا ذاك، واستمريت الأول في الكلية حتى تخرجت عام في 1/8 عام 1403، وتم تعييني في الكلية كمعيد. حصلت على الدكتوراه وكانت بعنوان وزارة الداخلية دعم القرار الأمني في وزارة الداخلية ومواجهة الكوارث. رجعت لعملي واستلمت عملي فترة ورأيت أني بحاجة إلى دخل أفضل، وأن ميولي لمزاولة وممارسة التجارة، فاستقلت وبدأت في عملي الخاص تقريبا عام 2004. لما أنا تركت الوظيفة أول شيء كان عندي راتب تقاعدي، أقول له لا سمح الله حصل عندي أي هزة راتب التقاعدي الله يعيني أنا بأمشي عليه، وكنت متوكل على الله سبحانه وتعالى وعاقد العزم والصبر والتوفيق على الله سبحانه وتعالى والنجاح، والله سبحانه وتعالى يسر لي الأمر. بدأت العمل، أنا لا أملك فلوس نهائيا، أنا كنت أملك لي 50,000 ريال فقط. قابلت صاحب المخابز والحلويات صديق وزميل، وكان هو يعرضها من زمان، فقلت له إيش رأيك تبيع المخابز، قال لي ببيعها لو جيني 900,000. طبعا أنا زي ما تقول مضحي يعني ما عاد تفرق معاي، وأنا ودي بتجارة ودي، قلت له تجيب دخل، قال لي تجيب لي 15,000 في الشهر. قلت له كويس كم تبغى فيها، قال 900,000. قلت شريت وسويت له 3 شيكات، 300 الآن و300 بعد 3 أشهر و300 بعد 3 أشهر، يعني خلال 6 أشهر بسدد المبلغ. تسلفت 300,000 من أصدقاء وأصحاب حطيتها في البنك، لأن الرجال ما سحب الفلوس، وكل يوم يجيني هو راح لاستشار ناس قالوا لعب عليك وهو بيسددك من الدخل وأنت غلطان ويا يعطيك فلوس كلها، وكل ما جاني يبغى يكلمني كان استقبالي له وطريقة تعاملي معه جيدة في أنحرج. بعد حوالي مرور 20 يوم قال لي أعطيني تليفونك الثابت أبغى أكلمك في الموضوع، أعطيته التليفون الثابت كلمني قال أقول لك عندك خيارات واحد من 3 لازم تتبعها، أما إنك رجل تزودني على 300-150 يصير لي نص، أما إنك رجل تكنسل البيعة، أما إنك تعطيني فلوسي كلها وتأخذ البيعة. قلت له إن شاء الله بتتيسر الأمور ولا يكون خاطرك كله طيب، نتقابل وبشر. قال لي ما فيه بشر، ما أبشر، لازم مكاتبة ولازم محامي. قلت توكل على الله ولازم تجيب كفيل، قلت أبشر. راح جاب لنا مكتب محاماة، وأنا رحت سلفت 300 أخرى دخلتها مع 300 الأولى لأنه ما سحبها لازالت في حسابي في البنك. تقابلنا حنا وياه وقلت له يا أبو بدر هذه 600,000 والباقي بيجيك ولا يكون خاطرك إلا طيب، قال اكتب عليك أنك تسدد خلال 3 أشهر مبلغ الباقي، وإذا ما سددت رايح يكون أجار المخبز 30,000 شهريا وارجع لك فلوس. قلت توكل على الله. من كفيلي؟ قلت كفيلي أبو نايف واحد الأصدقاء. قال لي أبو نايف أنت وش فيك الرجال؟ قلت يا رجال ما عاد هم رجعينه إن شاء الله إلا في خير، أنت وقع الحين ويسرها ربك. جنبنا بقالة تمينات صغيرة على فتحتين اسمها تمينات الهدف، الواحد كبير في السن يمكننا في سن الوالد. جيت عنده قلت له يا أبو عبد الله إيش رأيك تشتري المخابز تبيعين البقالة؟ أنا أبغى البقالة صراحة، بس أني استحيت أقول بيعين البقالة لأنه كان جنب البيت عندنا مخبز وبقالة وعليها شغل نار، وأبغى أطبق نفس الفكرة.
قال لي ببيعك البقالة. قلت بكم؟ قال ب150. قلت له شريت. طبعا هي البقالة في أصل ما فيها ب30,000 ريال، بس أنا ما أعرف إن كلها رول مناديل أشياء بسيطة جدا، لكن أنا من رغبتي للأشياء هذه تجاوزت في السعر وما عندي فلوس. والله رحت البيت وقلت لزوجتي أجيب الذهب اللي عندك، أعطني الذهب اللي معاها ورحت بيتها ب21,000 في بطحة في سوق الذهب، وكملت لي أسلاف 2,000 اللي أي واحد يعطينا إيش يأخذه. المهم كملت لي 50,000 ورحت له في بيته وقلت هذه أبو عبد الله هذه 50,000 والباقي أبشر. قال كم يكفي؟ قلت شهري. قال أنا بروح إجازة في الصيف، ولا رجعت أرجع له فلوسي جاهزة. قلت أبشر ما يكون خاطرك إلا طيب. في البداية هي كانت مجرد زميلي عرض علي بيع مخابز واخذت المخابز، وفي البداية كان الأصل هي مخابز ما كانت حلويات، لكن كان فيها جزء حلويات. لما أنا دخلت في الشغلة وجدت فائدة الحلويات أكثر من المخبوزات. المخبوزات مدعومة من الدولة، بالتالي الرقابة عليها شديدة جدا، ما تقدر تصرف مثلا تزيد سعر ولا تغير، ما تقدر. لكن الحلويات تعتبر من الكمالية، وجدت فيها نجاح كبير جدا، وبالتالي درجة تجيب درجة. في المرحلة الأخيرة خلاص ما صار عندي لا مخابز ولا بقالات. في الأخير كلها تحولت كلها إلى صناعة حلويات كاملة، سواء كانت شوكولاتة ومشتقاتها أو الكيك ومشتقاتها أو المعجنات ومشتقاتها أو الحلويات الشرقية اللي البقلاوة والمعمول والبتيفورات ومشتقاتها. استمرينا في بعدها، صار كل شغلنا منها وفيها، أسدد جزء للديون وجزء أطور فيه، وأصحاب المحلات والمعدات صاروا يعرفوننا، والمحلات واحد وراء واحد، يعني ها وصلنا تقريبا 10 11 12 فرع أصبحت كويسة. لكن ما عندنا تنظيم ولا سيستم، اللي نبيع به نشتري به واللي نحتاجه ناخذه، لكن ما في نظام. وذاك اليوم عندي واحد محاسب سوداني، قلت له يا أخي نبغى ملفات زي الشركات إذا دخلنا عند الناس، ملف مكتوب هنا المبيعات من المشتروات. قال طيب، راح اشترى ملفات وكتب المبيعات المشتروات كتب. المهم تحس أنك داخل في شركة. مكتبنا في نفس مصنع الحلويات نداوم فيه. ما حسينا بالفلوس إلا تقريبا بعد حوالي 10 سنوات من بداية العمل التجاري. تقدر تحس إن صار عندك فلوس في حسابك. ولا أول افتح فرع وسكر فرع وسدد مورد وجب مورد، لا ينقص علينا شيء ولا إحنا موفرين شيء. لكن بعد 10 سنوات تبدأ تحس أو تبدأ تقطف الثمار أو تحس بأنه فعلا صار عندك دخل. من عام 2004 استطعنا نخطو خطوات جريئة في افتتاح فروع وإضافة أصناف جديدة وأشكال جديدة يحتاجها المستهلك، وبدأنا في افتتاح الفروع، تطوير الفروع، إضافة أصناف جديدة، إضافة منتجات جديدة، حتى استطعنا أن نوصل تقريبا من عام 2004 إلى عام 2013 إلى 50 فرع على مستوى المملكة. العدد الكبير هذا والاسم الكبير جعل انه مستثمرين من الخارج، جانا احد البنوك الخليجية واستثمر معنا في الشركة عام 2013 حصة 20%، وبالتالي اصبحت شركة سنة بالسلام شركة مساهمة مقفلة نظامية بكل ما تحويه معنى محوكمة. اصبحنا نعرف النظام المحاسبي كيف يكون، نظام الاهلاك ونظام الاحتياط ونظام التدفق النقدي، لكن احنا في السابق كانت ما عندنا النظام اللي هو اللهم ان نبيع ونشتري، لكن احنا لا احنا بحاسين ما عندنا فلوس ولا احنا شايفين عندنا فلوس. لكن بعد ما دخل معنا الشركاء، بعد ما حكمت الشركه، بعد ما صارت المشرف عليها من البيج فور في الشركات الماليه، اصبحت كل ميزانيه عندنا موجوده، وبدانا في بعد ما دخلوا معنا الشركاء ضخوا معنا مبلغ من المال، واستطعنا ان نتوسع على مستوى كبير حتى وصلنا إلى 110 فرع تمتلكها شركة سنابل السلام على جميع مستوى المملكة، وأصبح لدينا مصانع أكثر من 18 مصنع على مستوى المملكة العربية السعودية على أكثر من مساحة 100,000 متر مربع.